أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. إسرائيل في تقييمها المباشر ترى أن رئيس المخابرات العامة الجديد المعين أخيرا من طرف عبد الفتاح السيسي رئيس مصر في 16 من أكتوبر هو أقرب إلى إيران من إسرائيل، وأنه يسعى إلى جعل هذه العلاقات الثنائية المصرية الإيرانية متقدمة، وهو الذي سعى إليها، بل سعى إلى تعزيز وأيضا العمل على أوراق عمل بخصوص هذه العلاقات في اللقاء الذي جرى ما بين الرئيسين الإيراني والمصري على هامش قمة بريكس. إذن هو الشخص نفسه الذي يدعو إلى أن تكون العلاقات الإيرانية المصرية متقدمة عما عليه الآن من جهة، وثانيا فهو الذي دعا وبشكل واضح جدا إلى محاولة تمييز هذه العلاقات، وهذا الذي خلق إشكالا كبيرا، جعل من مدير الموساد الإسرائيلي يتجه إلى قطر وليس إلى مصر. وأيضا كل المبادرات الآن المصرية ستجد أمامها عائقا. لماذا على وجه التحديد مثل هذه الورقة؟ مصر تجاوزت فيلادلفيا واقترحت اقتراحا غريبا، لأن المهم وقف إطلاق النار ولو ليومين. مهم جدا تمرير مبدأ وقف إطلاق النار، هذا يجب تمريره وكسر الحاجز النفسي بخصوصه، إذن بالنسبة ليومين إلى آخره. كل هذا رفض من الأطراف جميعا، رغم أن خليل الحية أخذ الطائرة باتجاه القاهرة، لكن نتنياهو اختار لمدير الموساد أن يتجه إلى قطر. كل هذا ليخلق إشكالا ربما يعود إشكال فيلادلفيا. فاليوم لا أحد يتحدث عن فيلادلفيا وعن المشكل الإسرائيلي المصري بخصوص وقف إطلاق النار المرتبط بفيلادلفيا، هذا أمر تجاوزه المصري. ولكن بالنسبة لإسرائيل أصبح هناك شيء آخر، لأن عباس كامل غير من موقعه من أجل أن يكون التنازل ليس مع عباس كامل، إنما أن يكون التنازل باتجاه إدارة عملية أخرى أعقد بكثير. وبالتالي فإن محاولة الوصول إلى مثل هذه الخطوة لو كانت مع عباس كامل لا قبلها الإسرائيلي، ولكن لأنها جاءت من رئيس جديد أو على الأقل مدير جديد للمخابرات العامة، هنا أصبح الوضع مختلفا. ولهذا فإن الإسرائيليين يرون، خصوصا منهم شمويل ألماس الجنرال المتقاعد الذي يقول بأن مصر لا تزال تنظر إلى غزة وإلى وقف إطلاق النار من أجل باب المندب وعودة قناة السويس إلى عملها، لأن الاقتصاد هو الذي يحرك كل شيء. لكن بالنسبة لدكتور أوفير وينتر وهو المحلل الرئيس في المؤسسة الإسرائيلية لدراسات الأمن القومي، لقد كان هذا الشخص يقول عن حسن محمود رشاد المدير الجديد للمخابرات العامة بأنه كان ساعدا أيمن بالنسبة لعباس كامل. فلماذا هذا الاختيار على وجه التحديد؟ هل الأمر يتعلق فقط تغيير إداري طبقا للوائح، أم أن الأمر أخطر بكثير؟ لأننا نتحدث أولا عن أمرين رئيسين. أولا حكم وينتر بأن القائد الجديد أو المدير الجديد للمخابرات العامة هو أساسا قريب من إيران ويريد علاقات مع إيران، وهذا هو الذي جعل من صاحب ملف إيران في المخابرات يأخذ مكان القريب من إسرائيل عباس كامل. إذن بالنسبة لهذه الضربة
لم يرغب الإسرائيلي في قبولها، وبالتالي فإن الموساد الإسرائيلي يرفض لقاء حسن محمود رشاد. إذن هذه مسألة رئيسة أولى. المسألة الثانية أن خسارة عباس كامل وصعود رشاد معناه تماما تحولا في الرؤية باتجاه الصين عبر المخابرات العسكرية من جهة، وخصوصا منها القوات الجوية. ثانيا رشاد ليس أكثر من خريج للكلية الفنية العسكرية لعام 1990، وهو عسكري أيضا في المخابرات العامة. الجيش إذن يضع يده مباشرة على المخابرات العامة ولم يترك الآن أي مجال للقول بأن المخابرات العامة يقودها سفير، تساعد الخارجية، تلعب لعبة CIA في هذا الاتجاه، فيما المخابرات العسكرية لها بعد آخر، هي مدرسة السيسي، هنا DIA. كأن هنا DIA والمخابرات العامة CIA في إحدى الأوقات. لكن الآن أصبح أيضا المكون العسكري في المخابرات العامة هو قائد المخابرات العامة. إذن هذا تطور ثان. إذن عباس كامل إن كانت بوصلته نحو إسرائيل فإن بوصلة خليفته قد تكون مغايرة، ولكنها على الأقل غير إسرائيلية، وبالتالي فإن إمكانية الذهاب نحو إيران أمر متوقع. أيضا الجيش الآن يسيطر بشكل كامل على المخابرات العامة، وهذا تطور آخر. المسألة الثالثة أن هذا الشخص له تقدير لسبب بسيط جدا، لأنه عمل بشكل واضح على وقف إطلاق النار. هنا يقول الجنرال المتقاعد شموئيل ألمس بأن هذه العلاقة مع إيران من أجل تسهيل الوصول إلى وقف إطلاق النار، تسهيل المأمورية مع حماس وأيضا مع باقي الأذرع. لذلك فبالنسبة إليه يرى أن هذا شكل إيجابي مفروض حسب الواقع، لأننا أمامنا الحوثي وأمامنا تأثير على الفاتورة الاقتصادية للسويس. إذن من الضروري أن يكون حوار مع هؤلاء، أي مع إيران، مع الحوثي، مع حزب الله الحوثي على وجه التحديد، وهو قريب من إيران. إذن إيران لا بد من الحوار معها، وبالتالي فوقف إطلاق النار لن يتم إلا في هذا الصدد. أيضا في الاتجاه الآخر نتنياهو لم يساعد السيسي في شيء ولو لوقف إطلاق النار ليومين. لذلك فجميع المبادرات الآن بالنسبة لنتنياهو فهي خارج الإطار، كانت من حلفائه أو كانت من خارج حلفائه، ولو كان الأمر متعلقا ببايدن. إذن بالنسبة لنتنياهو فهو يلعب بطريقة مفتوحة، فالسيسي لن ينجح حيث فشل بايدن، وبالتالي فإن الذهاب مباشرة إلى حوار مع إيران ضرورة، ضرورة منطقية، ضرورة واضحة. وبالتالي هكذا ينظر جزء من العسكريين، العسكريين ينظرون إلى هذه الصورة، أي المخابرات العسكرية وأمان والمتقاعدين والجنرالات ينظرون إلى رشاد من هذه الزاوية. لكن بالنسبة للدكاترة والأكاديميين ومراكز الأبحاث وغيرها، وهي الداعمة للموساد الإسرائيلي، ترى شيئا آخر. ترى أن رشاد يريد أن تكون علاقات قريبة جدا مع إيران، وبالتالي فإن هذا وضع خطر على الأقل دفع مدير الموساد الإسرائيلي إلى إرسال هذه الرسالة بأن رشاد كلما كان قريبا من إيران كلما كانت العلاقة مع الموساد ومع إسرائيل أسوأ، ليس مع نتنياهو وحسب، وإنما مع باقي المؤسسات بما فيها المؤسسات الاستخبارية، مع تحفظ لأن الجنرالات يرون شيئا آخر. وبالتالي فاللجنة المشتركة العسكرية الإسرائيلية المصرية ستذهب باتجاه يختلف عن تقييم الموساد، وبالتالي فإن رشاد اليوم له هذه الوجهة. هناك تدقيق شديد الأهمية بخصوص هذا الشخص.
هذا الشخص الآن والذي يخيف الجميع السيسي وغيره، وهو يدعم بشكل كبير التيار الصوفي. التيار الصوفي أو ما يسمى بالإسلام ميستيك أو الإسلام الصوفي في مقابل الإسلام بوليتيك أو الإسلام السياسي، يعني الإسلام الصوفي الروحي بين قوسين إلى آخره، أو السلوكي في مقابل الإسلام السياسي الإخواني إلى آخره. فبالنسبة لهؤلاء الذين سيذهبون بهذا الاتجاه، هناك دائما محبة آل البيت إلى آخره. فأي وصول إلى أن يكون هناك استثمار لهذا التيار المحب لآل البيت، وأيضا إمكانية ظهور إيران بشكل مختلف في هذه الحرب، فهذا الذي قد يدعم بشكل ما أن تكون مصر إلى جانب إيران في المستقبل. التاريخ الشيعي لمصر أصبح الآن مقلقا للقراءة الإسرائيلية، وبالتالي فإن ما سيكون عليه الحال الآن من تقارب إيراني لصالح التكنولوجيا ولصالح الدعم وأيضا لصالح هذا الإسلام السلوكي الصوفي المرتبط أيضا بمحبة آل البيت، وهذا قد يقرب بشكل كبير جدا من هذا الوضع. فكأن اليوم مصر لم تختر الديمقراطية مع الإخوان، وتخوفت إسرائيل من أن تكون ديمقراطيات وتنافسها وعبر إسلام وتكون أقرب للشعب، هذا رفضته. اليوم أيضا ترفض شيئا آخر، ترفض البديل الصوفي القريب من آل البيت لأنه سيقرب إلى إيران. هذا وضع مربك بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي فإن قراءتها اليوم قراءة فعلا فعلا خائفة. إسرائيل خائفة بشكل أكبر لأنها خسرت الإخوان إلى الأبد في نظرها على الأقل، رغم أنهم براغماتيين، وفي الاتجاه الآخر قد تخسر الإسلام الصوفي، وفي هذه الحالة ينتهي كل شيء. فاليوم لم يبق لها إلا الإسلام بين قوسين الوهابي، وهذا لا قدم له بشكل واسع في مصر، رغم أن هذه الحرب حاولت أن تضع كل جهدها وبيضها في مصر لكن لم ينجح بالشكل الكبير. لهذا فالوضعية الآن وضعية دقيقة للغاية، إلى درجة أن التخوف من أن يتحول الجميع عن طريق ما سمي بالطريق السلوكي المحب لآل البيت والمتعاون مع إيران قد يحول كل المنطقة إلى أن يعود الإيراني ليس فقط عبر غزة وإنما عبر سيناء هذه المرة، وكذلك في وضعيات أخرى. هذا الذي يجعل الأمر مقلقا. لا قلق في العراق أو سوريا أو لبنان أمام التكسير العسكري، الآن فيه تصور مخيف لهذه الوضعية، وهي الوحيدة المقلقة بشكل واسع لمصر. أيضا بالنسبة لاتهامات موجهة للملك الأردني لقربه أيضا من إيران، ودائما ما تتهم المخابرات والموساد الإسرائيلي الملك الأردني بمثل هذا التواطؤ غير المعلن. إذن تواطؤ لرئيس المخابرات المصري، وأيضا في الاتجاه الآخر الملك عبد الله، وقد تصبح المنطقة مشتعلة بشكل أكبر أمام حالة طلب الانتقام للذين أبيدوا في غزة، ولا يزال العالم العربي مجروحا وبجرح عميق قال عنه الموساد الإسرائيلي: أنتم لا تعلمون كم كان هذا وضعا قاسيا بالنسبة للسنة أيضا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.